كنتمناو الله يعفو على الجميع والله يرفع لنا هذا الوباء. السلام عليكم، انا عزه رضوان، دخلت لونكولوجي 2018 والحمد لله خدامين وتنعقمو. التعقم كان عندنا ودابا تزال ولكن ماشي مشكل الحمد لله. عزيز الوليدات الصغار والناس الكبار الله يشافي الجميع يا ربي، تتمنى الخير يا ربي لكل انسان كبير وصغير الله يشافيهم. احنا الحمد لله غاديين في خدمتنا بخير على خير، وكورونا الحمد لله ما بدلات والو. داكشي اللي كان حنا عندنا الطعقام وداكشي واخا تزاد شي شويه ماشي مشكل، ماشي مشكل، حنا عندنا عادي. وتتمنى الله الخير والشفاء للجميع يا ربي، للناس الكبار والناس الصغار للجميع يا ربي، تتمنى لهم الشفاء. معكم نصيف عتيقة، أجنت نيتواياج في لونكولوجي في سي اش او مدة 5 سنين. خدمتنا كتحتم علينا باش نوفرو النظافة والتعقيم للمرضى ديالنا. علاش؟ لأن كتكون عندهم المناعة طايحة، وبالأخص الدراري الصغار
حنت كنحاولوا باش ننظفوا ليهم النظافه على قبل تتكون عندهم المناعه، وتنعاونوا حتى حنا تنعاونوا الطبه ديالنا باش نوفروا ليهم داك العلاج ديالهم باش يكون موفر ليهم مزيان. وبالنسبه ل وكنحاولوا وكنضلوا معاهم اكثر ما كنضلوا مع ولادنا، وسواء قبل من كورونا ولا حتى جات كورونا. وملي جات كورونا زادت عندنا الخدمه وتكرسنا، ولكن الحمد لله تعيشنا معاها، لان حنا عندنا التعقيم دائما سواء كانت كورونا ولا ما كايناش كورونا، عندنا التعقيم دائما على كل الساعه. هلا وعندنا ليكيب، عندنا يعني تنعقمو باغ ايكيب، ماشي كنعقمو يعني وحده بوحده، كنعقمو باغ ايكيب في السنتر كله. السلام عليكم، انا انشيده مريم، خدامة في السنتر الأونكولوجي دوك 4 سنين، هادي من 2016 خدامة في الأونكولوجي. والحمد لله حنا قبل ما جا كوفيد 19 كنا اللي هنا معروف على السنتر الأونكولوجي التعقيم والناس مرض بمرض حساس. ومن جات كوفيد 19 عاوتاني تزادنا عاوتاني الخدمة، عاوتاني من ناحية التعقيم، من ناحية الوليدات الصغار المناعه ديالتهم، حتى حنا تنعاونوهم كاينين ميدسان تا هما تنشوفوهم تا هما تيكافحوا. الحمد لله ما بقاش فينا حتى حنا الحال، حتى حنا ساندناهم كيما تا هما ساندونا وكافحنا باش هذوك الوليدات نوفروا لهم النظافه والتعقيم ديالهم، وتنقعدوا معاهم اكثر ما تنقعدوا مع وليداتنا في الدار، وتنحسوا بهم بزاف بزاف. السلام عليكم، انا فاطمه سارة شينيار، خدامه في الأونكولوجي 11 سنه هذه من 2011، وخدامين في واحد البلاصه اللي هي حساسه بزاف، فيها التعقيم بزاف، كيخرج المريض خصك تعقم ليه، ملي كيبغي يدخل بعدا اولا كتعقم، وملي كيبغي يدخلو كتخصك دابا تعقم ليهم البلاصه فين غيدخلو، ملي كيخرجو خصك تعاود تعقم تاني باش يدخلو ناس اخرين. وحنا خدامين مع الدراري الصغار، مع الوليدات صغارين، كاينين صغارين كاينين كبارين شويه، والله يجيب لهم العفو. كنتمنوا نكونوا في حسن الظن، كنحاولوا نكونوا معاهم زوينين، وكنحاولوا نكونوا معاهم مؤدبين، ونتعاملوا معاهم بطريقه زوينه. وهذا الشيء كاين. المهم الكورونا اللي تبدل لنا فيها هي حنا عندنا خدمه دائما بحال دائما عندنا التعقم، دائما عندنا النقر، ما تغيرت شي حاجه. اللي تغير هو ملي كتجي شي حاله تاع كورونا خصنا نلبسو اللبسه ونعقمو نطفو مزيان، عاد نعاودو نعقمو ونعاودو نعقمو حتى تيقنو بان راه الشومبر ولا اللولي فين غيكون المريض راه نقي مزيان. هذا هو التغيير اللي كاين. وما الأونكولوجي راه معروف بالتعقم دائما دائما، في التعقم عمرو كيتحبس منو التعقم، ملي كتدخل انت خدام في النقا وتعقم حتى تنخرج. Le vent est...